كل يوم كذا مرة، ما هو كرارة لأن وفد كان كبير، فعبوه مي وحول الماء إلى مبيت. على هيدي عرس قانا ست مريم يسوع والأجران، هو صور موجودين بفرنسا، هو صور كتير قدام مش مكسرين الأجران وإعلان تفسير. هيا اللي بحب هيا شنو؟ ما تصور كمان في هيدي المغارة، على هيدي نزل نام فيها 3 أيام، لما نام تحت لقى قبيلة كبيرة 5000 شخص، لما نزل قال لهم ليش انتم تعبانين ومعكم عيال واطفال ووقف، قالوا له جوعانين ومعنا شوية أكل مش عارفين شو بدنا نعمل، فقال لهم احضروا ما معكم، فجابوا 7 سمكات و7 خبزات هي بالمغارة اللي تحت، فباركهم للخمس آلاف شخص، بارك السمك والخبز فطعموا 5000 شخص، ولما راحوا كفوا رحلتهم فأخذوا بقايا الأكل اللي بقوا يعني من هالأكل اللي عملهم المسيح بهالرحلة. هون يسوع تلاميذه، هيدي المي وهيدا الكهف اللي نام فيه، هون في أب ماكسيموس خمس حكيم إذا سمعين فيه الله يرحمه، عم بحكيكم من 110 سنين من زمان، أول أب كتب إنه قانا جليل هون بلبنان مش بفلسطين بالجليل، لأنه إسرائيل بدها إياها عندهم، قانا مش عندنا بلبنان. وكمان هيدي البنت اللي تجوزت اللي يسوع عمل عرس بأعجوبة بعرسها، هي ست مريم وحاملة طفل يسوع، هيدول اللي عملها السمكة والخبزة، هاي يسوع تلاميذه، وها ست كانا شعار بلدنا يعني مسيحي وسني ومسلم يعني كلنا إن شاء الله واحد. إيه. وكمان في هيدول مفسرين كمان، هيدي ستنا مريم سيدة قانا الجليل، كمان إذا بتحبوا تشوفوا كمان كثير حلوة، اللي بحب يشتري منهم هو أي صورة بتنقوها بتحبوا تشتروها فيكم تشتروا منها تذكار من هي ومن هيدول. تاني واحد قدام هيدول الكبار الوحدة 5000 هي 3000. عاملين لنا سيل شوي. نعم عاملين لنا سيل.